بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على التسليم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقائد مسيرتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين. اللهم صل على محمد ومحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى الله أعمالكم وصيامكم في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. الحرية والحريات والحقوق هي من المفاهيم المهمة في الحياة البشرية. عندما أتحدث عن الحريات يتبادر إلى الذهن بأن الغرب هو النموذج والقدوة في مسألة الحريات والحقوق، وعلى العكس فإن بلاد المسلمين هي في الدرجة الأخيرة في التصنيف الأخير في قضية الحريات والحقوق. هذه الليلة وإخواني إحنا ما نريد نتحدث عن إحصائيات من خلال الواقع، لكن نتحدث عن الأسس الفكرية لهذه المفاهيم. يعني مفهوم الحرية، ما هو مفهوم الحرية عند الغرب مثلا، عند العلمانيين والإبرانيين، وكيف نشأ هذا المفهوم، وكيف تطور، وكيف وصل الغرب إلى هذه المرحلة من توفير هذه الحقوق والحريات وشكل من أشكال العدالة. وأيضا راح نقارن ما بين هذا المفهوم في الغرب ومفهوم الحريات والعدالة أو الحقوق في الإسلام. ابتداء أن مفهوم الحرية هو مفهوم أصيل قديم بقدم الإنسان، يعني قضية الحرية ما خاضعة لماذا؟ لمسألة تطور فكري وتطور حضاري، ونتيجة مرور هذه الشعوب بحروب كثيرة ثم دخلت في مخاض التفكير الجريء ومراجعة حساباتها ثم أنتجت هذا الفكر. لا، هذه القضية قديمة، قدم الإنسان منذ أن وجد على الأرض. هذه مسألة نثبتها من البداية. والمسألة الأخرى اللي نثبتها أنه لا توجد حريات مطلقة، يعني حريات بلا حدود. يستحيل تذهب في كل دول العالم، إذا نتكلم عن الغرب ممثل بأمريكا اللي تمثل الحريات مثلا، ففي نفس الوقت يستحيل أنه توجد في أي بقعة على الأرض حريات مطلقة بدون حدود. لا بد أن تكون هذه الحريات مقيدة بشكل أو بآخر. الآن نجي إلى الغرب، خلينا نذكر هاي المصطلحات حتى نستمر وياك. الله والغرب والكنيسة، كيف نشأ هذا مفهوم الحريات في الغرب؟ نشأ نتيجة الخوف، هو نتيجة للخوف من تعدي الإنسان على الإنسان أو استغلال الإنسان للإنسان، نتيجة الحروب الطويلة إما على أساس قومي كما حصل في القرن الماضي مثلا الحروب العالمية الأولى والثانية، أو الحروب التي سبقت ذلك في القرون الوسطى 15 16 17 عشر ما بين الدول الأوروبية، أو الحروب الطائفية مثلا الحروب الطائفية ما بين البروتستانت والكاثوليك اللي كانوا بين يعني في إنجلترا وإيرلندا استمرت ما يقارب القرن. على كل نرجع شوية لي وراء، هي نتيجة الخوف. وبلا شك مفهوم الحرية في الغرب
نتيجة ممارسات الكنيسة اللادينية. ممارسات الكنيسة كانت سبب مباشر في إبعاد الله سبحانه وتعالى عن القوانين والتشريعات. ليش؟ نوضح. من تصور شنو كان دور الكنيسة؟ الكنيسة تطرح نفسها على أنها الوسيط ما بين الله والناس، يعني نحن نمثل الله. أي قضية تشريعية من الله نحن تجول إنا نمثلها، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لا شرعية لأي ملك من ملوك أوروبا إلا بالكنيسة، بموافقة الكنيسة. إذا الكنيسة سحبت غطاءها الشرعي عن هذا الملك، هذا الملك يسقط. ليش؟ لأنه الملك لا يحكم إلا بأمر الله. فمن يمثل الله؟ يمثل الله على الأرض الكنيسة، هم الممثلون الوحيدون. فإذا بمجرد أنه يرفعون اللقاء يسقط هذا الملك. ثالثا، الكنيسة تعتمد في قضيتها أو في بناء الفكر على الغيب. وشنو من معتقداتها الميتافيزيقية، يعني ما وراء الغيب، هي تعتمدها. ولهذا كان من نتيجتها أنها حاربت العلوم والتطور العلمي، وكان باعتقادهم أنه الأرض هي فلات. فمن جاء مثلا غاليليو وطرح نظرية كروية الأرض مثلا، اتهموه بالكفر والزندقة، ونتيجتها أنه كل هؤلاء العلماء وأصحاب الفكر اللي رادوا يطورون الحياة، هذولا أبعدوا عن مسرح الحياة ورجعوا ودخلت أوروبا في القرون المظلمة لفترة طويلة. خمسة، هو إبعاد الإنسان عن فطرته، لأن هم شرعوا للرهبنة وأنه الإنسان لازم يكون زاهر، لازم ما يمارس مثلا إشباع الغريزة الجنسية مع الطرف الآخر، ولهذا الشيخ الرهاب المعارضهم ميزة وطول قسم عدوهم يموتون إلى أنه هو يقمع الزوج مثل ما قضية الكاثوليك هذولا. ومن الطريف أنه وحدة من النساء يقول يعني أنا ما أصور هذا البوب مثلا باب الكنيسة الكاثوليكية في روما ممكن يفهم قضية استخدام حبوب منع الحمل، أنه أصلا ما بالزوج ولا يفهم أنه مثلا قضية الزواج والعائلة والأسرة والأطفال، وممكن نسوي أطفال ممكن نسوي أطفال إلى آخر. ليش؟ لأنه أصلا ما بالزوج. أول ثورة ضد الكنيسة طبعا هي الثورة الإنجليزية، صارت في القرن السابع عشر. تجردوا الكنيسة من كل هذه الحقوق، وكان الملك ملك بريطانيا وملكة بريطانيا تأخذ الشرعية من الكنيسة. فأصبح الملك ماذا؟ لا يسن أي تشريع ولا يلغي أي تشريع إلا بموافقة منه مجلس النواب البريطاني. وسحبوا من عنده أن صلاحية الملك وشرعية الملك مين مستمدة؟ من الله، بل هي مستمدة من الشعب من خلال البرلمان، برلمان يعطي. إذا أنت صلاحيتك وشرعيتك مستمدة من الناس وليس من الله سبحانه وتعالى. جيش وحروب، كل هذه سحبوها من الملك، أصبح هو وجوده كما يكون شرعي، يعني رمزي وتمثيلي ومعنوي، وليس له وجود حقيقي تنفيذي أطلاقا. بعد ذلك حدثت الثورة الفرنسية وطرحت نظرية العقد الاجتماعي، جون جاك روسو مثلا وآخرين فلاسفة الثورة الفرنسية. الثورة الأمريكية على الإنجليز نتيجة الاستبداد والظلم أيضا ثاروا عليهم وطردوهم، وصار الرابع من تموز هو يوم الاستقلال. وضمن إعلان الحقوق اللي صار بعد الثورة أنه هذا الإنسان إلى حقوق وامتيازات أعطيت من قبل الله، هذا من إعلان الحقوق، لا تقبل المساومة، له حق أو له يعني حق الوجود والحرية وأيضا السعي إلى سعادته والحصول على هذه السعادة، وما حد يدرس هذا من عنده. تصور الكنيسة في سنة 1880 إلى سنة 1888 خلال 8 سنوات أحرقوا ما يقارب 8800 شخص. هذول اعتبروهم ماذا؟ يجدفون بالدين، يعني يسيئون إلى الرموز الدينية، إلى الدين.
يعني يسبون الذات الإلهية أو النبي أو ما شابه ذلك. ومع شديد الأسف كنا نشوف هذا العصر الآن موجود ضمن ممارسات هذول السلفيين التكفيريين. إذا أنت تابعت الأخبار، أكو إحدى قرى حلب اللي هي مسيطر عليها من قبل هؤلاء، في شاب عمره 15 سنة، هذا نتيجة الظروف الموضوعية والأحداث، يعني 3 سنوات حرب من كان عمره 12 إلى 15 سنة، ويريد يطلع لقمة يوماً، فيشتغل بيه شاي، فقالوا له أنت ليش ما تصير ملتزم؟ قال له لو يطلع محمد ويقول لي التزم أنا ما راح التزم. هذا الكلام سمعوه هذول، أخذوه اعتقلوه طبعاً، ضربوه إلى حد إنه ما يقدر يوقف على رجله، ثم جابوه إلى الساحة، ساحة القرية، ما يقدر ينزل نزله، قالوا لهم هذا هالشكل سواه لأنه سب الرسول وتجاوز على الرسول، وكم طلقة براسه وجسمه وتركوه راح. تمام، بدأ ينعاد من ضمن ممارسات هؤلاء. الكنيسة أيضا كانت سبب في أنه تقريبا 100,000 شخص يحكم بالأحكام الشاقة، ولهذا دخلت أوروبا في هذا العهد المظلم، ردت فعلها على الكنيسة وعلى الحروب وعلى الاضطهاد وعلى الاستبداد، استبداد الملكي، جاءوا بهذه ماذا؟ هذا الانقلاب الفكري وقضية العلمانية، الاعتماد على العلم، لأنه بدلا من أنه نعتمد على أفكار هؤلاء الكنسيين اللي يمنعون التطور العلمي، خلينا نفتح على العلم هو المثل الحقيقي. وأيضا اعتبروا الإنسان حقوقا مقدسة، وأنه حرية المجتمع وصلاح المجتمع ما ممكن أن يتم إلا من خلال إعطاء الإنسان والفرد حريته الخاصة، كل أنواع الحرية. وبدت نظريات، طبعا نيتشه اللي أيضا نظر لهذا التغيير بعد انتهاء الكنيسة، قال هذه المقولة أو هذه النظرية: لقد مات الله. ليش؟ هذا يعني أنه ماذا؟ استبعاد الله من المعادلة الجديدة للحريات. إذا الحرية تبنى على أساس الإنسان بعلاقته مع أخيه الإنسان وعلاقته مع الطبيعة، هذه ضمن إطار يوفر له حريته، وطبعا ضمن إطار ماذا؟ أنه يوفر العدالة لهذا الإنسان من خلال حقوقه وامتيازاته وممارساته في المجتمع. وبدأوا يقننون، يعني يوضعون القوانين، من ضمنها مثلا حرية الاعتقاد، حرية التعبير عن الرأي، حرية التنقل، حرية الزواج، حرية كذا. ونشوف الآن تطورت القضية إلى أنه مثلا حرية المثلية الجنسية وما أشبه ذلك. لكن أكو مسألة من المسائل المهمة اللي يعتبروها مقدسة في الغرب، حرية التعبير عن الرأي، هذه مسألة ما تقبل حتى المساومة. ولهذا برأي أحد المنظرين يقول: يعني أنا مستعد، أنا طبعا أعبر عن رأيي ومستعد أن أدفع حياتي ثمنا للتعبير عن رأيك. يعني التعبير عن الرأي مسألة مقدسة ما تقبل ماذا؟ المساومة. إذن استبعد الله سبحانه وتعالى من معادلة الحرية في الأرض. نجي إلى الإسلام. طبعا بمناسبة ما استبعدوا الله والتشريعات الدينية والكنسية، ونقول إحنا الدين المسيحي استبعدوا الدين الكنسي، لأن هذا الدين كان محرف، وبالنتيجة نمو في الجانب الاقتصادي والجانب الفكري والجانب التطور الصناعي والحضاري والعسكري وما أشبه ذلك. ولكن بعدين راح نختم إن شاء الله من قارن نشوف هم فعلا تمسكوا بكل هذه المقدسات واللي من ضمنها حرية التعبير عن الرأي. مثلا نجي إلى الإسلام. الإسلام مثل ما قدمنا بالبداية أنه مفهوم الحرية يعتبر مفهوم أصيل مع خلق الإنسان. كيف؟ إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان خلقه مختارا حرا في إرادته. ومفهوم الحرية في الإسلام لا يستبعد الله سبحانه وتعالى عن المعادلة. يجعل الإنسان
وعلاقته بالإنسان، والإنسان وعلاقته بالطبيعة، وأكو طرف ثالث في المعادلة، الإنسان وعلاقته بالله سبحانه وتعالى. أساس بناء الحرية الفكري في الإسلام مبني على ماذا؟ على قضية التوحيد. يعني إحنا من نجي نتحدث عن الحرية في الإسلام نقول أساسها الفكري هو التوحيد. لهذا أول ما يطلب من الإنسان كي يكون مسلما قولوا لا إله إلا الله، هو أن يشهد بأن لا إله إلا الله، بمعنى لا يمكن أن يعبد أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. والقرآن يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، بس الله نعبد، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن الأساس الفكري لقضية التوحيد هو الله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام الرضا عليه السلام لا إله إلا الله حصني، فمن دخل في حصني أمن من عذابي. يعني من دخل الإنسان في لا إله إلا الله واستبعد كل الآلهة الأخرى وأخلص في العبادة لله عقيدة وفكرا وممارسة ونية، هذا شيء يكون ويكون في مأمن. واستبعاد الآلهة الأخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني الهوى السلطان. مرات الإنسان يعبد العلم كما يقول الشهيد الصدر هذول العلماء، بعضهم يعتقد بأنه العلم هو الأساس، وما قلت العلم هي الأساس بالنسبة لي، فأنا أشبه ما يكون يعبدها بمعنى يطيعها، خلاص يمشي مع المعطيات العلمية. والعلم يقول مثلا ماكو آخرة، يمشي مع هذا الرأي. إذن أخواني هذه مسألة أساسية نعتمدها حتى نخليها ضمن المعادلة. إذن لم يستبعد الله، بل بالعكس الله هو أساس المعادلة، والله هو الذي أعطى لهذا الإنسان ماذا؟ الإرادة والاختيار. يعني لو ما أعطانا حرية أو الإرادة فما ممكن أن نختار. لو كان الإنسان مسيراً نحن لا نقول كما يقول القدرية أو الجبرية. نجي إلى علم الكلام والعقائد، هناك فرق إسلامية. هذه الفرقة الجبرية تقول أن الإنسان ما عنده إرادة، ما عنده حرية، وأنه مجبر على أعماله. في المقابل النقيض هو أنه يعني المفوضة الذين يقولون بأن هذا الإنسان إلى كل الحرية المطلقة، والله ليس له سلطة على أعمال الإنسان. هذا الكلام مرفوض وهذا الكلام مرفوض، وإنما نعتقد بأن الإنسان أعطي حرية ولكن بحدود من الله سبحانه وتعالى. فأنت مو حر أن تختار أبويك، أنت مو حر تختار الساعة لربما أو المكان اللي تموت به أو اللي تولد به، أنت مو حر أنه تختار أو تريد مثلا دونك تصير خضر مثلا أو تريد تصير طويل أو قصير، خلص هذه قضايا مقدرة، هاي تمام، يعني لك الخيار بها، ولكن الخيار في العمل والسلوك والممارسة. في الإسلام إذن هذا هو تعريف الحرية، الأساس هو أن تكون حرا من عبادة الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى. أنواع الحرية في الإسلام، نجي نتحدث عن الحرية في الإسلام. الحرية في الإسلام عندنا الحرية الداخلية، الإنسان ما يكون حر إلى ما يقضي على كل الضغوط النفسية الداخلية اللي تخليه يعصي الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان شنو؟ مقيد، يبقى سجين، يبقى مقيد بأغلال، أغلال الهوى، حب الدنيا، المال، السلطة، الابن، الزوجة وما أشبه ذلك. لكن من يتخلص من كل هذه ممكن أمشي يكون حرا. بعد الحرية الجسدية اللي تتمثل يعني أو الحرية الأشخاص أو الشخصية تتمثل بالحرية الجسدية في أن تأكل وتشرب ما تريد، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إذن بحدود مثل ما قلنا من البداية. لا توجد حرية مطلقة إطلاقا، أحد يتعب روحه ويشوف الله الغرب أحسن والمسلمين أحسن أو الإسلام أحسن. من البداية حتى الغرب وضع حدود وقنن هذه الحريات. ومن الطريف أن هذا الشخص كان يلعب بالعصا فاقترب من العصا من أنف الآخر، فقال له الآخر أنفي، دير بالك تضربني على أنفي. قال أنا حر، أنا
حر، هاي عصا وأنا حر ألعب بها شلون ما أريد. فقال له هذا الشخص إن حريتك تتوقف وتنتهي عند أنفي، يعني أنا أبي حدود، هاي الحدود تمنع حريتك أنه تكون مطلقة. الحرية الشخصية في قضية الأكل والشرب مثلا، في قضية العلاقات مع الآخر، هي شنو مثلا؟ ضمن حدود الزواج، ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى مثلا الزنا، والزانية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فهذا عقوبة. إذن بعد قضية الربا، أنت يحق لك مثلا في القضايا الاجتماعية، قضايا الاقتصادية، أنه تشتري وتبيع، ولكن الربا محرم، وهكذا. تجي إلى الآن إلى الحرية مثلا في البيت، أنت حر أنه تعلي صوت المسجل أو الأوديو أو الكذا؟ جواب لا. أنت مثلا واقف بالسيارة مالتك ويمك ناس في الباركينج لوت، شايف هذول اللي يشغلون الموسيقى بصوت عالي بحيث أنت يمكن ما تقدر تحكي ولا صفك، وحتى تقدر تحكي بالتليفون. على كل، هذه أيضا حرية محدودة بحيث أنه تقدر تأذي الآخر. بعد من أنواع الحرية حرية المعتقد في الإسلام، لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني هل أن هذه الآية هي تخبر عما هو الإسلام، أم أنها تشرع لقضية حرية العقيدة لا إكراه في الدين؟ لم يثبت في التاريخ الإسلامي بأنه إنه الناس كانت تجبر على الإسلام، وكانت دعوة الرسول هي الدليل، لكن الحروب اللي صارت وما يسمى بالفتوحات الإسلامية يجب إدخال الناس عنوة إلى الإسلام، هو كلام صراحة يعني بعيد عن الحق وفي كثير من الإشكاليات، بدليل أنه حتى لو فتحت بلاد غير المسلمين ما يجبر الناس، وإنما يترك أو تترك لهم الحرية في ذلك. بعد حرية المعتقد، خلينا نجيب أمثلة، ليش احنا نحكي نقول الإسلام في حرية معتقد، في حرية التعبير عن الرأي بحيث الإنسان يطرح رأيه؟ احنا نقول دائما انت حتى لو في دولة إسلامية ما تريد تصلي، هاي حرية شخصية ولا حرية شخصية؟ طبعا الله مطيك إرادة ومطيك اختيار، لكن مو من حقك في الدولة الإسلامية، لكن أنا نتحدث في دولة إسلامية، أنه تجي تقول والله الصلاة واجبة وتريد تحرض الناس على عدم الصلاة، لا أنا راح تحاسب، هاي مجالها آخر. أنت لربما حر أن تشرب الخمر في الدولة الإسلامية، بس مو من حقك أن تتجاهر به. طبعا أنا لما أقول هذا الكلام مو معناه أنا أجوزه، لا، أنا أقول هذا من المنظور الحرية، لكن ضمن مفهومنا للدين أنه الإنسان يفترض أن يصلي، يفترض أن يمتنع عن المحرمات، ومثل ما قلنا من البداية أساس الحرية هو عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم عبادة أي إله آخر، وهكذا. هذه القضية نوضحها من خلال أمثلة. دستور المدينة اللي وقع الرسول مع اليهود ومع حتى المشركين نص على ماذا؟ حرية إقامة الشعائر، لهذا كانوا اليهود حرون في معابدهم ومساجدهم مثلا بكل حرية. بعد حرية المالية للمسلمين، كانت علاقاتهم المالية، وكذلك لليهود، يعني عنده حرية أنه يشتري ويبيع وكذا. بعد أنه حقوقهم مصانة، أنه أنت يعتبروك مواطن، إذا الدولة لازم توفر لك الحماية، لأنه إذا صار اعتداء عليك وعلينا هاي من واجبات الدولة، وكل الأمور الأخرى هي محفوظة لهذا الإنسان، كرامته، عقيدته، حرية التعبير عن الرأي. ولهذا كانوا يجون اليهود في المدينة إلى الرسول ويسألوه، ومرات يقولوا له كذبت، لا هاي ما موجودة، يعني هذا دليل وجود حرية، لو ماكو حرية وأكو اضطهاد وأكو خوف وأكو رعب أصلا ما يقدرون يوصلوا له، ولا يقدرون يجادلون الرسول، ولا يقدرون يكذبوه يقولوا له لا مو أنت النبي مثلا، أو مو هذا التشريع اللي نزل في قضية مثلا الزنا للمرأة المحصنة مثلا. إذا هذا دليل على وجود الحرية أيضا، حتى في زمن يعني الأول، خليفة الأول أو الثاني أو الثالث، أو في زمن الإمام علي، شنو اللي صار؟ كم من الأفواه، الظاهر أنه أعطى مجال الحرية،
ولهذا كانت تصير اعتراضات. الصحابة كانوا يعترضون، مو ما يعترضون. مثلا شو اللي صار؟ أول ما اعتلى الخليفة الأول ماذا قال؟ قال لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن ضعفت وأخطأت فقوموني. من البداية اعترض، قال لهم تراني جزلط صلحوا لي، وإن أحسنت فاعينوني ولا تطيعوني فيما لا طاعة لله فيه. أي قضية ما بها طاعة لله لتجمعها. الثاني أيضا صعد المنبر وخطب، ما أنتم فاعلون؟ إذا أنا انحرفت قاموا إليه، وقال الإمام عليه السلام قاموا إليه وقال قومناك بسيوفنا. الثالث صار الثورة عليه وصارت اعتراضات عليه قبلها من قبل الصحابة. أما الإمام علي عليه السلام فأعطى لمعارضيه السياسيين الحرية وهم الخوارج، ولهذا ما قاتل وما حارب من البداية، من انفصلوا عنا بالجيش مع معاوية وتركهم إلى أن خالفوا قوانين الدولة واعتدوا على حياة الناس، ثم بعد ذلك قاتلهم وهكذا. لكن بعد ذلك صارت قضية استبداد، يعني الحكم صورته تبدلت، مفهومه تبدل، بعد ماكو حرية، والخلفاء الأمويين يعني معروفين باستبدادهم، وهذه القضية نتركها. لكن نجي الآن بعد ما قارنا الأسس النظرية الذي بنى الغرب عليها فكره ومسألة الحرية والحقوق، أسس نظرية خاطئة، لكن في التطبيقات هم قريب إلى العدالة وإلى قضية فتح الحدود والحريات، ولهذا نما هذا المجتمع في التطور الصناعي والفكري وقضايا الحقوق المجتمع إلى ما هذا. لكن هذا التطبيق ظل هو تطبيق نزيه ونظيف 100%. الجانب الآخر المسلمين، نحن نعتقد بأنه الأسس الفكرية أسس صحيحة، ولكن خلل كبير في التطبيق أدى إلى ماذا؟ إلى تراجع الحريات وإلى تراجع الحقوق، وما توفرت أشكال العدالة إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما نفهم، وأيضا في زمن الإمام علي عليه السلام باعتبار هؤلاء يمثلون العصمة ويمثلون قمة العدالة في التطبيق. لكن الشيء الواضح والمتفق عليه ما بين المسلمين مع بداية الدولة الأموية والعباسية انتهت هذه القضية وأصبح التراجع للمفاهيم. تيجي الآن إلى قضية في الغرب الآن موجودة، إذا أنت تهاجم لك واحد أسود، تنتقد واحد أسود لأنه أسود، شو يسموك؟ عنصري، ويحاسب عليه القانون. وهذا واحد من هذول السي أوز في أحد الاجتماعات يتكلم على السود بطريقة معينة، قاموا عليه دعوة وخلوهم يدفعون تعويض لمنظمات السود في أمريكا مثلا. إذا أنت تتكلم مثلا عن اليهود، رأساً أنت معادي للسامية وهناك قوانين تحاسب هذا الإنسان. إذا أنت تتكلم عن النساء يقول لك والله تجاي تميز في قضية الجنس، وهذا أيضا تمييز وكذا وممكن أن يصير ضج عليك وتحاكم. إذا أنت تحدثت بشكل أو هاجمت قضية هاي الزواج المثليين مثلا يقول لك والله أنت شنو هاي، ما عندكم مسامحة بالدين، المفروض يعني تولرنس وسماح رأفة كذا، حرية شتى الناس حرية، هذا ما يشعر بإنسانيته إلا بهالطريقة. إذا مثلا أنت تتحدث مثلا عن مذهب معين يقول لك ها أنت هاي سكت كذا فلاني إلى آخره، ضد الطائفة الفلانية، لكن إذا يساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يا هاي حرية التعبير ما تقدر تبلش أبدا، ما تقدر تمسر كذا، يشوه الصورة، يشوه الحقائق، ما يصير. طبعا بالمناسبة المسيحيين يعانون من عدم، وأكو إساءة إلى المسيح نفسه من قبل هذول العلمانيين والملحدين والكفرة، ولكن رسم ما دام تجي للقضية الدينية ما يصير. زين قول يهود ما حد يمسكهم، رسم أكو قوانين بس المسيحيين يسبون
عقيدتهم والمسلمين يسموه رموزهم ما يخالف. هذه مأساة. بعد هيلين توماس، هاي معروفة نقيبة الصحفيين الأمريكيين، إذا شايفها هاي دائما المؤتمرات الصحفية لرؤساء الأمريكان، هاي تكلمت بشكل سلبي عن الكيان الصهيوني، تهت في هذه المرأة اللي كانت مختصة بقسم الشؤون الشرق الأوسط في قناة السي إن إن، بمجرد أنها مدحت يعني سيف الله بوفاته استبعدت. هذه طرحت رأيها وهذه طرحت رأيها. أكو حرية تعبير، أنتم تقولون هاي حرية التعبير مقدسة، وفلاسفتكم يقولون والله أنا مستعد أقدم حياتي لأجل أنه أنت تقول رأيك. فبالنتيجة أخواني لا يتشدق أحد ويقول والله الغرب كذا والمسلمين كذا، لكن نعم نحن نقر بالواقع أنه تطبيقات المسلمين الآن لربما بها بعض الخلل أو كثير من الخلل، لكن الأساس النظري إذا لم يبنى بشكل صحيح يؤدي إلى انحرافات كثيرة. والمناسبة حتى قضية العدالة بمفهومها وقضية الحريات الآن بدأت بها شنو؟ يعني بها pick and choose، يعني بها اختيارات بحسب ما يوافق مصالح هذه الدول. وإلا لو أكو فعلاً حرية مع الحرية ضمن اللي ذكرناه المفروض ما تصير مثل هذه الأمثلة. أنا أريد أختم وأوضح بأنه الحرية مرة أخرى في الإسلام هو حق مقدس، سواء كان في التعبير أو في قضية اختيار الدين. بس هذا مو معنى أنه نقول والله الإسلام مو هو الشرعي، لا، احنا نقول بأن الإسلام هو خاتم الأديان وهو الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة، وأيضا أن أهل البيت ومنهج أهل البيت هو الخط الصحيح. والآخر إذا كان قد اختار طريقا آخر بناء على جهده ودراسته وصل إلى هذه النتيجة أنه يمشي مع هذا الخط، يمشي مع هذا الدين، خلاص ربما يعني نحن نقول نحن الأصح، وفي نفس الوقت من كفر الآخر من دخل بنار جهنم، نقول هو حسابه مع الله إذا كان قد وصل إلى الحقيقة اللي هو الإسلام مثلا صحيح وأنكر هذه الحقيقة، هذا قطعا يحاسب. ولكن هذا إذا بجهده وفكره وصل إلى نتيجة لا أنه أنا صحيح، سواء كان المذهب الفلاني أو اتجاه الدين الفلاني، هذا هو ربه بعدين يتحاسبون. حاولنا أن نسلط الضوء على بعض المفاهيم الإسلامية، نحاول أيضا أن نستثير بعض تساؤلاتكم إذا أكو لاكم بها وقت تحبون. وأيضا إن شاء الله يعني هذه قضايا مهمة خصوصا لأبنائنا الآن اللي بدأوا يواجهون بقضايا جديدة. مثلا ممكن أنه قد يقتنع أن هذا الإنسان يقول لك والله أنا حر، الحر تعني أنه أنا مثلا ما أصلي، حريتي تعني أنه أنا ما ألبس حجاب، حريتي تعني حرية الرأي والمعتقد. أنا أعتقد لأنه من حق الإنسان يختار طريقة حتى في قضية الزواج، هذا مثلي خليه يتزوج. فإذا تصير عندنا عند المسلمين احنا نقول هذه قضايا بناء على مفهوم الحرية اللي ذكرناه هو غير صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.